مواقف لأشخاص حظهم نحس. وأول موقف معانا الست دي وهي بتصور جوزها، فجأة الحيوان ده طلع عليهم عشان يرخم عليهم. تعالى ياض هنا ياض، هاخد صورة معاك، صورة واحدة بس كده. طب والله ما في صور النهاردة، يعني انت النهاردة. وده لما تيجي تعمل موقف في حد تاني، بتأكد ان مفيش حاجة في ايده لا تيجي على دماغك وتجيب اجلك. قوم يا معلم تعيش وتاخد غيرها. اما اخينا ده بياخد جولة في محمية طبيعية، فجأة لقى الدب الاسود ده بيفتح له باب العربية. اتفضل يا باشا، شاي قهوة نسكافيه حاجة ساقعة. اما صاحبنا ده جاي يدي الهدية دي لحبيبته في عيد ميلادها من ورا اهلها، لسه جاي يقول I love you، لقى ده مستنيه. اجري يا معلم، ساب الفيسبا وقال يا فكيك. اما الست العجوزة دي جاية بالعجلة ومفكرة نفسها سبايدر مان وبتطير بالعجلة، بقت هي والارض حتة واحدة. تعيش وتاخد غيرها. للشاب ده وهو لسه خارج من الجيم وبيرفع باب المحل، وفجأة دمر الدنيا. اما اخينا ده كان مزعل الموتوسيكل، فالموتوسيكل رفض ان يركبه، فقام واخد حقه وقتي. اما الشابين دول ماشيين في امانة الله، واحد منهم بصب على الوسط حمد القهواجي، فجأة ده جاي من ورا كان حالف انه يوصله قدام باب البيت. اما اخينا ده هو ومراته ماشيين على المشاية عشان يروحوا يتشمسوا، فجأة المشاية قلبت جراية. اضرب. اما بالنسبة للشباب دول متجمعين عشان كل واحد ياخد نصيبه من السمك، فجأة المعلم ده اللي طلع لهم عشان ياخد نصيبه من البشر، كله قال يا فكيك. قولي ايه اكتر موقف عجبك في المواقف دي؟